lioncity.m. هذا الوقفة ديالنا هي وقفة ديال الكرامة، هي أولا وقفة كنعزيو فيها العائلة ديال هاد الشهيدة، كنعتبروها شهيدة. هاد السيدة اللي توفات هذه 4 أيام على الأقل في المستشفى في وجدة، واللي العائلة ديالها من نهار الحد من نهار السبت ملي جات المستوصف اللي هنايا في العيون، هذا المستوصف اللي كتعرفوا الحالة ديالو ما يمكنلوش يداوي حتى الفار، فبالأحرى بنادم راح يقرا في العيون. هذه حقوله راح هاد السيدة من نهار الحد، شوفوا المسافة اللي كيقطعها الإنسان اللي كيكون في هذه الحالة، دار أكسيدون ولا غادي يولد ولا عنده أي مشكل صحي، ملي كيوصل لهذه الحالة شوفوا المعاناة ديال الإنسان وديال المواطنين في واحد المدينة اللي فيها أكثر من 90,000 نسمة ديال البشر بالنساء والأطفال ديالهم، وجاية مدينة مرورية، يعني الناس كيدوزوا منا وليزاكسيدون كيوقعوا منا وجميع الحالات كيوصل منا. ملي كنوصلوا للولادة خصنا نحصيو ونعرفوا بشحال من حالة ديال الأطفال وشحال من حالة ديال النساء وشحال من حالة اللي كيموتوا وما خصهمش يكونوا في حالة وفاة. وعاش الشعب عاش عاش، وعاش الشعب عاش عاش، وعاش الشعب عاش عاش، وعاش الشعب عاش عاش، والغربة ماشية وباش، والغربة ماشية وباش، والغربة ماشية وباش، والغربة ماشية وباش. وقفنا على هاد الحالة، هاد الحالة هي النقطة التي أفاضت الكأس بالعيون. كنسمعوا على حالات كثيرة ديال الوفيات في هاد السنة هادي، واللي وردات اللي خبرونا بها كجمعية مغربية لحقوق الإنسان، خبروا بها الفرع ديال توريرت، ولا خبروا بها الفرع ديال وجدة، ولا خبروا بها الفرع الجهوي. حالات كثيرة ديال الوفيات، إما ديال الأطفال ولا ديال النساء كبار السن، ولا ديال الناس داروا حوادث السير وأحيانا كيضطروا للتنقل جوج مرات، كيتنقل منا لتوريرت ما كاينش الامكانيات في توريرت، وكيولي يضطر يولي يصيفطوه لوجده الي روتور لوجده. واش هذا الحيوان في الدول اللي كتحترم حقوق الانسان يا مغربي ما كيتعاملوش معاه؟ يا مغربي يا جينا ننبهوا بانه هنا في العيون، رغم هاد النسمه ديال السكان ورغم المشروع ديال المستشفى اللي نورمالمون خصو ينطلق هذه عام ونص واللي مازال ما انطلقش وما كيستقبلش السكان، ما عارفينش حنا الحاله ديالو كي غادي تكون من بعد، ولكن على الاقل كان هذا المستشفى خصو يتفتح وتكون فيه الاطور والتجهيزات باش يستقبل عباد الله. حنا كنعرفوا الوضعيه الصحيه في المغرب الشرقي في عين بني مطهر، راكو سمعتوا شنو وقع في عين بني مطهر، امراه كتقرصها عقرب كتموت، انسان يوقع له اي حادث صحي كيموت، الوضعيه الصحيه في جراده، الوضعيه الصحيه في بني تجيت، الوضعيه الصحيه في خطر. يا للعار يا للعار، والصحه في خطر. يا للعار يا للعار، والصحه في خطر. يا للعار يا للعار، والصحه في خطر. الاشغال كتمشي بواحد البطء بحال الصحه ديال بنادم ما عندها حتى شي قيمه منذ التدشين ديال هذا المستشفى في العيون، في حين مشاريع اخرى كون كانت اداره معينه ديال جهاز ديال الامن ولا غيره كرم سرعوا وكملوا في البناء ديالها. السكان مازال ما عارفينش المصير ديال هذا المستشفى والتجهيزات ديالو والاطور البشريه ديالو اللي كاينه هنا في العيون. حنا كنندوا بهذه الوضعيه الصحيه اللي كاينه في العيون كجمعية مغربية لحقوق الإنسان،
وفي هذه الوضعية الصحية اللي كاينة في الإقليم وفي المغرب كامل، وما تنتظروش يا مغرب بصحة لا تعلم. الله عليك 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 يا مغرب بصحة لا تعلم. رحنا كنهضروا كنتكلموا على المواطنين اللي يقدر يكون عندهم شوية الفلوس في جيبهم ويقدروا يخلصوا الامبيلونس ويدبروا الترونسبور وينتقلوا بولاتهم. الغالبيه ديال المواطنين والمواطنات الفقراء الله كريم، الناس كتموت في ظروف خياليه، في ظروف غير مقبوله، ما كاينش شي حضره شي حقره اكثر من هذه ديال المواطنين والمواطنات. القانون المالي اللي كيهيئوه مازال يزيدوا يفقرونا ومازال يزيدوا في الضعف ديال الخدمات الاجتماعيه وخصوصا الصحه والتعليم. ولهذا حنايا باش نوقفوا ضد هذا الفساد اللي كاين في هذه البلاد وضد هذا الانتهاك ديال الحقوق ديال المواطنين والمواطنات، الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، الحقوق السياسيه اللي تكلم كيديه للحبس، اللي عبر على موقف كيديه للحبس، الفقر داير حاله، المرض داير حاله. إذا كل الأوضاع الاجتماعية معروفة. لا يفنينا الجماهير الشعبية سكني طالع فينا القمع لا يرهبنا والقتل لا يفنينا الجماهير الشعبية سكني طالع فينا القمع لا يرهبنا والقتل لا يفنينا الجماهير. هاد الوقفة اللي درناها هي وقفة رمزية باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والفروع الجهوية ديالها، وكنقولوا بتضامن مع هاد العائلة وتضامن مع المواطنات هاد المرأة اللي توفات راها رمز المرأة ديال العيون، هي الأم ديالنا وهي أختنا وهي أي بنت بناتنا اللي كيموتوا في واحد الظروف واللي حنا كنكتفيو وكنبكيو عليهم وكنقولوا هذا مكتاب، هذا راه عنده الأسباب ديالو هاد الوقائع. ما كاينش حنا المواطنين والمواطنات كنخلصوا الضرائب وكنخلصوا الفلوس باش الدوله دير تجهيزات وباش دير لنا الوضعيه الصحيه تكون مزيانه وباش الصحه تكون مزيانه، والا حنا ما بقيناش في هذه العبوديه. حنا مواطنين وكنطالبوا بالكرامه، وبلا المواطن بلا كرامه ما عنده حتى شي قيمه في هذه البلاد. كرامه هذا حقوق الانسان غايتنا كرامه في المغرب وكل مكان. الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان غايتنا كرامه في المغرب وكل مكان. الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان غايتنا كرامه في المغرب وكل مكان. ما نساوش باللي في هذه البلاد مازال الإدارة كتحتقر المواطن. سير واجي على ورقة السيد باغي يدفن الجثة ديال الزوجة ديالو والأسرة ديالو خصو يعاني الأمرين، ما بين الإدارات، ما بين المحكمة، ما بين السلطة الإدارية، ما بين مصالح الصحية. إذن هاد المعاناة ديال المواطنين كنندو بها وكنقولوا باللي هاد الوقفة كنبلغوا الرسالة المسؤولين اللي ساهموا في المعاناة ديال الزوج ديال هاد العائلة اللي هادي أسبوع ما داقش الماكلة، والعائلة ديالو اللي كانت واقفة معاه، وكافة الناس اللي تابعوا هاد المأساة. كنبلغوا رسالة للمواطن المسؤولين باش يتحملوا مسؤولياتهم في هاد الفساد المستشري في تدبير هاد البيروقراطية في التدبير الإداري وهاد التماطل في المصالح ديال المواطنين والمواطنات. وكنقولوا بأنه ما كاينش حل الا ما درناش يد في يد وكنا متضامنين وقفنا ضد هذه الموجه ديال الافساد اللي كاينه في هذه البلاد. الوحده والتضامن الوحده والتضامن الوحده والتضامن ما كاينش من جديد اكبر هديه هديناها لهذا الروح ديال هذه السيده الله يرحمها هو هذه المسيره الضخمه ديال المواطنين. كتلتقي الارواح هنايا باش تقول مازال كاينين الناس اللي عندهم ضمير، ومازال كاين الناس اللي عندهم غيره على الكرامه، ومازال كاين الناس اللي ما باغيش الحقره في هذه البلاد. نتمناو ان هذه الوحده والتضامن تستمر
ونضالنا مازال طويل. وكنهيو الكلمه ديالنا باسم الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان وهاد الوقفه، وكنحييو الجميع. نادي لي مواطن، نادي لي مواطن، نادي ضد الحكره، نادي ضد الاقصاء، نادي ضد الفساد، نادي اجل الكرامه، نادي اجل الحريه، نادي من اجل الصحه، نادي من اجل التعليم، نادي من اجل الشغل، نادي نادي لي مواطن، نادي الجمعية.